ارتاح قداس السويس الجديده. والحقيقه يعني لو ما تكون موجود هناك وشفت اللي انا شفته لازم جسمك يقشعر. ان مصر قادره وانا عارف من زمان جدا، وعشان كده كنا بنكافح بقالنا 15 16 سنه. الناس مصر مليئه بالخبرات والمهارات وابنائها ممتازين. بس انا النهارده عايز اقول لكم بالذات الشباب اللي معانا ان المشروع القومي ده هو اساسي لنهضه مصر العلميه. يعني احنا ممكن نعمل مشاريع اخرى، مشاريع ممتازه ومهمه، لكن مصر مش هتقدر تخش عصر القرن ال21 اذا ما كانش في العظم بتاعنا والنخاع بتاعنا كلمة العلم. ليه بقى؟ أنا عايزكم تسمعوني الحتة دي مهمة أوي. اسمعوني بكل الحاجات يعني، بس الحتة دي أهم. الثورة الأولى اللي حصلت في العالم اللي هي الثورة الزراعية. وكان فيها الإنسان زي مصر من 5000 سنة أو 6000 سنة يستخدم العضلات بتاعته عشان يحرك الانحراف مش عارف ايه، ويزرع الارض ويحصدها تاني. وحتى خلفاء المصريين من 6000 سنه عملوا تقويم زمني عشان خاطر يقدروا انهم يطلعوا القمح والبارلي والحاجات دي. فدي كانت ثوره. وبعدين اصبح في ثوره ثانيه من غير ما اطول عليكم، هي الثوره الصناعيه. ودي جت في اوروبا وبالذات في امريكا مع الماشين، مع الماكينه. الثوره الصناعيه ادت الى اللي احنا شفناه، العربيه، الطياره، بعد كده كل الحاجات اللي اتعملت بالطريقه دي كانت تحاول تعمل الماكينه لتساعد الإنسان على الحياة. النهارده احنا بنعيش ثورة من نوع معين. وما جاتش قبل كده في تاريخ الإنسانية. وهي ثورة المعرفة. ثورة المعرفة. إذا ما كنتش تعرف إزاي الكاميرا دي بتشتغل كويس جدا وتفكها وتحلها وتعمل تقدم فيها، مش هتقدر تخش السوق العالمي وتقول انا احسن من الكوري او احسن من الياباني. والمثال واضح، اليابان طالعه متهدمه بالحرب العالميه الثانيه، ولكن بقوه المعرفه والعلم اصبح النهارده اقتصاد اليابان يمكن نمره 2 او 3.